المشرف الاعلامي في النادي الاهلي كوره هنا موسى يدان في الناحيه العكسيه وجول موسى يدان وعرضيه وهو عمرو جمال وهدف ايه يا سلام عليك يا عمرو يا سلام عليك يا هداف يا كبير يا عمرو يا جمال يعني الراجل صغير السن ولكنه كبير جدا ده كوره ايه ده الراجل طلع فوق الكل وحاططها راسيه مثاليه تعلن عن الهدف الاطمئنان وهدف الثلاث نقاط ادي موسى يدان وادي عمرو جمال وطالع راكب الكل راكب الناس كلها وحاططها بشكل جميل جدا متابع مهاجم يا جماعه مهاجم من ايه من العيار الثقيل مفيش كلام حاجه على طريقه الالمان وطريقه اللي بايرن ميونخ واللاعبين المهاجمين الالمان وبروسيا دورتموند لما يطلعوا يركبوا الكوره بالعاب الهواء